السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كي دايرين البنات؟ عائلتكم، وليداتكم، صحتكم؟ تحية الناس اللي كيتابعوني خارج المغرب وداخل الوطن وخارج الوطن. المهم تحياتي للجميع، الناس اللي دخلوا عندي جداد والناس قدام، دارداركم. المهم جاتكم واحد الوصفة زوين بزاف في المتتبعين ديالي، واحد الوصفة رائعة يعني، فيها منها قماش ومنها سميتو، منها قماش ومنها سميتو مقشر، ومنها سميتو ماسك، زوينه بزاف البنات. غتصغنوا على قماشات الاخرين البنات، ملي استعملتها البنات كاع صغنيت على داك الشيء. كنت نستعمل مقشر الاخر بالنسبه ديال، كان استعمل تاع النسكافي، وكان استعمل ديال هذا ديال السكر، وديال كاين زيت العود والسكر، وحتى هما زوينين. ولكن البنات السكر بالنسبه للناس اللي عندهم بشرتهم حساسه راه كيضر، بالنسبه كي ما كيصلحش الناس اللي عندهم بشرتهم حساسه، البشره اللي كتكون ما حساسش. المهم البنات زوين بزاف هاد الوصفه اللي جبت لكم معايا اليوم، فيها قماج البنات، فيها قماج مقشر للبشره البنات الرائع البنات، وفيها ماسك للبشره البنات كيهنك كاع من العيوب البنات كيهنك كاع من العيوب. سمحوا لي ريحه فيا هاد الريحه، كاع هاد الريح كيمشي وكيجي، يعني بنادم كاع مريض يجيب الشفاء لجميع المسلمين. المهم البنات زوين بزاف هاد الماسك، الناس اللي باغين شي حاجه اللي تنقي لهم البشره، ومنو البنات قماج مقشر للبشره البنات ورائع البنات، وشي حاجه طبيعيه وشي حاجه كتنقي لك البشره، يعني كتنهنيك من كاع العيوب، كتزول الكلف، كتزول داك النمش، وكتنقي لكم البشره ديالكم، ورائعه البنات. وهاد الوصفه البنات رائعه بزاف، غتجربوها البنات وغترحموا لي عليها الوالدين. المهم غندوزو للطريقه البنات. معنا هنايا بيضه وحده، غنستعملو غير بيض البيض، وبطاطا تكون بيضه البنات، بطاطا ما تكونش حمراء حيت فيها النشا ديالها احسن من الاخرى. المهم بطاطا تكون بيضه، بيضه كاينه بيضه كتميله للصفر هذيك اللي، المهم بطاطا ما تكونش حمراء، الحمراء ماشي بحال البيضه شويه مختلفين. والحليب النيدو البنات على حسب الخلطه ديالكم، استعملوا يعني حليب النيدو. والبطاطا غنحكو وغنستعملوا الماء ديالها، وغنستعملوا مقشر هذيك اللي بقات لنا حكينا. المهم البنات وابيض بيضه والحليب النيدو، الحليب النيدو وحليب الاخر نستعملوه مع القماش. المهم وصفه رائعه البنات، كتهنيكم من العيوب البنات، وشي حاجه طبيعيه وشي حاجه رائعه البنات، وتهنيكم من الكلف، وغنقي لكم البشره، وغتحسوا باول استعمال غتحسوا بالفرق البنات. غندوزو الطريقه، نحكم معكم هذه البطاطا في الحكاكه الرقيقه. ماما تحكوها المتتبعين ديالي بحال هكا، تحكوها في الحكاكه الرقيقه، ولكن كتستعملوا حيت غنستعملوا حتى هاد الفلفل ديالها، وغناخذوا الماء وغنستعملوا حتى هاد الشيء اللي غيبقى فيها من تاع الصوص الماء ديالها. سمحوا لي راني عفريه عفريه. بعد ما تقشروها بحال هكا، حكيتها كامله، بعد ما تحكوها قلت لكم تقشروها راه تالفه فضرتي تحكوها بالحكاكه رقيقه، وتستعملوا البنات هاد اللب ديالها، غتستعملوه كمقشره، يعني هاد اللب اللي غنحيدو غنستعمل انا غير يدي البنات، غندير بحال هكا وغنعصر، غنعصر الماء ديال البطاطا. شوفوا البنات الماء ديال البطاطا راه فيه النشا، غتحاولوا تحيدوا منها كاع، تحيدوا منها كاع داك الماء. ها هي البنات غنخلي هاد اللب، غنستعملوه كمقشر، كنستعملو هاد سميتو كمقشر، وهاد الما ديالها غنحيدو، غناخد منها مازال هداك سميتو داك معنا. المهم خا يبقى ليك فيه، ما خا يبقى فيه ماشي مشكلة البنات، خا يبقى داك ديال البطاطا. المهم هاد النشا البنات شوفي كي داير النشا ديالها، كيبقى نشا لتحت ديال هاد البطاطا. هاد البطاطا ماشي بحال، ماشي بحال البطاطا الحمراء، هادي فيها نشا زوينة مغيرة على الأخرى البطاطا الحمراء. المهم غنستعملو البنات هاد الماسك بوحدو، وهاد سميتو مقشر بوحدو. غندير معكم دابا مقشر البنات، هاد المقشر غنستعملو معاه الحليب، غتستعملو هذا معاه الحليب كمقشر، هذا غتستعملوه للبشرة البنات كمقشر. كتاخدو الحليب تخليه حتى يندمج معاه، غنخلطو بالفرشية البنات، كاين نيت العشق حدايا هنا، غتستعملو هذا كمقشر. متكتروش الحليب البنات، ريرت هذا غيحل لكم المسام، هذا غيحل لكم المسام، وغتستعمل معاه الحليب حيت هذاك الاخر تستعملوا معاه الحليب نيدو. هذا البنات كمقشر غتستعملوا هذا بحال هكا،
بحال هكا البنات على البشره ديالكم كتفركوا على البشره ديالكم هذا مع الحليب هذا، يعني البنات كيقشر لكم البشره ديالكم وكيحل لكم المسام وكيهيئ لكم البشره ديالكم اللي سميتو بالنسبه للوجه. هذه غتستعملوا بحال هكا الطريقه اللي درت لكم انا، حيت مثلا بين شوجي غديروا بحال هكا اللي سميتو اللب تاع البطاطا، غتحكوا به يديكم مزيان البنات، يعني تحكوا بالحليب وداك سميتو ديروا كغوماج البشره ديالكم مزيان كهكا تساليو وتهيو البشره ديالكم على حساب الماسك، ويحل معكم المسام ديال وجهكم. وغتستعملوا ملي توصلوا وجهكم وكذلك هكاك وديروا ماسك الاخر. المهم هكا البنات غتستعملوا البشره ديالكم هذا كمقشر ومرطب للبشره، وغيهيئ لكم البشره ديالكم الماسك اللي غتستعملوا الاخر ديال النيدو. ورائعه البنات، راه رائعه البنات، ما تحكروش هذا الشيء طبيعي اللي كتقولوا نتوما، راه البنات الا هذا الشيء كيطلع حسن غير هذا الشيء اللي عندها عيوب بزاف في البشره ديالها تستعملوا مره في يعني جوج مرات في السيمانه، جوج مرات في السيمانه البنات رائعه البنات. عرفتي كي كيرجع هذا الحليب كيرطب، اول استعمال غتحسي بالترطيب في وجهك وغتحسي يعني بالتغيير في البشره ديالك. شوفوا غير ديال البنات دابا فاش درتو، كتشوفوا الطريقه باش درتو انايا. المهم البنات غنمشي نغسل معكم يدي ونرجع. شوفي البنات فرق بين اليد واليد، شوفي هذه مرطبه البنات بعد ما استعملت لي هذاك ديال البطاطا اللب تاع البطاطا والحليب، وشوفوا هذه كي دايره البنات، شوفوا هذه كي خشينه ولا حيت الصابون اللي مصبن. شوفي ديال اليد ديال البنات هذا الصفر رائع البنات، اليدين والبشره عرفتي زوينه الوجه وزوينه. ها هو البنات بعد ما سميتو بعد ما كبيتها شتي كتجي البطاطا كتجي داك النشا ديالها جوج كي داير، يعني داك هذا النشا هو اللي مفيد البنات، ما تسخناوش عليه، هذا اللي غيبقى لكم لتحت في الماء ديال البطاطا البنات، ما تخليوش يبقى لكم في الطبصيل، هذا هو اللي مفيد البنات للبشره ديالكم زوينه البنات للبشره. راه البطاطا البنات راه مفيد للناس اللي عندهم عيوب بزاف في البشره ديالهم. غنستعمل معكم ابيض بيضه، ها هو البنات ابيض بيضه، غنستعمل معكم ابيض بيضه بحال هكا وغنخلط البنات مع النيدو. دابا راه النيدو نقدر نزيد النيدو واحد اخر الا ما كفانيش هذا، حيت استعملت انا مثلا جوج عواشق كبار اللي استعملت هنايا، ولكن على حساب البيضه اللي جبتو، على حساب بعض المرات كتكون بيضه كبيره وبعض المرات كتكون بيضه صغيره، يعني على حساب الا جاب الله خصني مازال غنجيب مازال النيدو. المهم البنات هذا الماسك خصكم تضربوا به مزيان حتى يطلع معكم كي كريمه البنات، يطلع خاطر وتزيدوا الحليب النيدو الا مازال خاصكم، يعني ماشي سميتو يعني تكافوا حيت على حساب البيض اللي عندكم، على حساب الحجم ديال البيض اللي استعملتو، يعني بعض المرات كتكون البيضه كيكون خصكم تضربوا باش على يكون يطلع معكم كريمي. الحين معكم نتكسع الحليب هنا. المهم البنات هاد رائع هاد الماسك البنات، بزاف الناس اللي باغين شي حاجه اللي تهنيهم من سميتو من التصبغات ومن داك العيوب اللي في البشره ديالهم، رائعه البنات زوين بزاف هاد الماسك. راه كان سميتو كنقول لكم داكشي اللي والله البنات، والله البنات الا هاد الماسك راه حلفت لكم بالله الا هاد الماسك البنات الرائع البنات كيحيد العيوب وكيزول لكم داك النمش، وكتقدروا تزيدوا نتوما على حساب نتوما ما بغيتوش السائل، زيدوا مازال النيدو البنات، تزيدوا مازال النيدو، ولكن رائع البنات هاد الماسك تستعملوه البشره ديالكم بعد ما تستعملوا هذاك اللي استعملت معكم، بعد ما تستعملوا هذاك اللي استعملت معكم يعني مقشر وقماش البشره، يعني كتهيو البشره ديالكم على حساب الماسك ملي تستعملوا هذاك البنات، وتوصلوا وتجيو البنات وتستعملوا هذا الماسك من وراه وتخليوه البنات في وجهكم قد ما بغيتوا، حيت هذا الشيء طبيعي ماشي شي حاجه يعني تضركم، رائع البنات يهنيكم من داك النمش ومن داك العيوب اللي في البشره ديالكم ومن الكلف، ويرطب لكم البشره ديالكم رائع البنات. الا بقى لك الا بقى لك تستعمليه رجليك ويديك رائع البنات رائع، وعاد تستعملوه مره جوج مرات في السيمانه، الناس اللي عندهم العيوب في البشره ديالهم غيستعملوه جوج مرات في السيمانه، والناس اللي يعني اللي بغا ترطيب وتفتيح البشره تستعملوا مره في 15 يوم البنات، رائعه هذا الماسك والله البنات، الا شي حاجه رائعه وشي حاجه طبيعيه وشي حاجه متواجده عندكم في البيت ديالكم، ما تحتاجوش شي حاجه يعني شي حاجه مثلا
تجيبوها من يعني شي حاجه من يعني الحاجه اللي متوجده عندكم وفيها البنات يعني استفاده البنات بعدنا راه كاين شي حوايج عندنا في الدار احسن من داك المنتجات اللي كناخذو. والبنات هاد الماسك اللي استعملت انا تقدروا نتوما تزيدوا النيدو مازال انا ما حطيتوش حدايا هنايا تزيدوا على حساب البيضه اللي عندكم تزيدوا مازال النيدو حتى كيندمج معكم يعني الا ما بغيتوش يكون سائل بحال هكا. انا باغا نستعملو رجليا ويديا دابا ونستعملو البشره ديالي ولكن ما بغيتش انا يكون معايا اسكو بغيت يكون سائل بحال هكا حتى النيدو ما جاتوش حدايا. دابا فاش درت معكم الماسك المهم شي حاجه رائعه للبنات وماسك رائع للبنات ومقشر رائع وشي حاجه رائعه للبنات غتشكروا لي على الوالدين وغتحموا لي عليه الوالدين. والبنات اللي جربوا هذا الماسك يردوا عليا في التعليق والبنات راه رائع يعني شي حاجه عطيتها لكم كادو لكم البنات وكادو كاع الناس اللي كيتابعوني وتردوا عليا في التعليق الا بغيتوا شي حاجه مثلا يعني شي ماسكات مثلا بغيتوني ندير لكم شي ماسك يعني طلبوا مني شي حاجه في التعليق مرحبا. وهو البنات بعد ما هو الكريم ديالنا البنات الكريم اللي استعملنا معاه النيدو البنات زدت لي مازال شويه النيدو البنات غتستعملوه بحال هكا وشوفي كي داير البنات رائع البنات ندمج داك البيض مع سميتو مع النيدو ومع النشا ديال البطاطا البنات اللي داك الماء اللي بقى ليا اللب ديالو من اللب ديالو زوينه البنات رائعه البنات راه هاد الوصفه البنات زوينه حتى لليدين بالنسبه اللي عندهم اليدين ديالهم خاشينين اللي عندهم داك القشور رائعه البنات زوين بزاف هاد الوصفه نتمنى تعجبكم البنات. المهم غير درتو معكم بيديه بحكم باش تشوفوه كيفاش داير الاقام ديالو ملي تحرفتو. اما راه البنات جات مازال النيدو حيت جاني سائل وجات لي مازال معلقه ديال النيدو البنات وهادشي اللي كاين والسلام عليكم.